ويقولون ستأتي ثم يستدركون، ولكنها متقشفة لا تفي إلا خبز يومها. الحديث عن موازنة 2021 التي حذر رئيس الوزراء قبل أيام من أن عدم إقرارها سريعاً سيعرقل توزيع الرواتب في شهر كانون الثاني القادم. نعم ستأتي، رغم أن أحد النواب أعلن أنها إذا ما وصلت بسلام ربما تتطلب 45 يوماً لإقرارها ودراسة أبواب صرفها وإيراداتها، وهذا يعني العبور إلى السنة المقبلة بلا قوارب إنقاذ، خصوصاً أن اللجنة المالية أعلنت أنها لن توافق على قانون موازنة يتضمن قرضاً جديداً. فحسب النائب أحمد مظهر الجبور اليوم، ثمة ارتفاع في مستوى قدرة الحكومة على كسب إيرادات جديدة غير نفطية، ولعل هذا أنعش الآمال في أن زيادة الإيرادات المستحصلة من المنافذ والضرائب ستغطي شيئاً فشيئاً جانباً مهماً من موازنة الدولة التشغيلية كالرواتب. أما عن معطيات الموازنة فواضح أنها ستخلو من التعيينات والمشاريع، وليس بعيداً أن تخفض مخصصات الموظفين بنسب معينة، فضلاً عن كون الموازنة مختصرة وتقشفية وبدون تخصيصات استثمارية، وسوف تتضمن عدداً من الإصلاحات ضمن الورقة البيضاء. ولكن متى تذهب الموازنة إلى البرلمان؟ وهل ستجد الطريق مفروشاً بالورود؟ ما قيل بهذا الشأن أن الموازنة ستخضع لمناقشات طويلة ودقيقة، ويتزامن ذلك مع تشكيل اللجنة المالية النيابية لجنة فرعية لبيان وجهة نظر البرلمان بشأن الإصلاحات الاقتصادية، وليس بالضرورة أن تتطابق وجهة نظر اللجنة البرلمانية مع الورقة البيضاء التي تمثل وجهة نظر الحكومة. ومعلوم أن ذلك سينعكس على فقرات الموازنة وآليتها لتجاوز العجز المالي. ماذا ننتظر إذن؟ ستأتي؟ نعم ستأتي، يقولون مطمئنين، ولكن في نفوسهم قلق ما من أنها ستكون جلداً على عظم، وبالكاد تكفي قوت يومنا. ما هذا؟ فلتأتي لا ضير. أن تأتي متقشفة خير من أن لا تأتي. لا وقت لدينا، وبرد كانون الثاني لا يدفئه سوى الراتب.